الرحمن الرحيم. احنا بس احنا هنعمل كام خطوات كده هنجهزها في الاول قبل ما نشتغل، قبل ما نبتدي نشتغل على البرنامج الاوتوكاد. احنا اول حاجه هنعملها ان احنا هنخلي الصوره جوه البرنامج، جوه الملف الاوتوكاد، محتفظه بالملف الرسمي اللي انا هرسمه. عشان انا لو نقلت الفايل ده في اي مكان تاني يبقى الفايل الصوره تبقى محتفظه جوه الفايل ده. مهم جدا، ده هينفعكم بعد كده ان انتم تقدروا تستخدموا نفس الفكره دي لما تيجي تعملوا مثلا جدول خامات وعايزين تحط مثلا اسم الخامه وجنبها الماتيريال. الصور بتاعه الماتيريال مع الاوتوكاد تبقى محتفظه جوه جوه الملف الاوتوكاد نفسه، ملوش علاقه باللينك على الكمبيوتر، او لو حتى لو الصور اتمسح من على الكمبيوتر الصور بتبقى موجوده جوه الفايل الاوتوكاد. دي اول حاجه هنتعلمها، لان ده مهم جدا عشان بعد كده لو انتوا حبيتوا تعملوا مكتبه باترن ارضيات او زخارف كلاسيك او باترن اسلامي يبقى عندكم الصور والاوتوكاد في نفس الفايل، وتبقى مرجع ليكم ان انتوا تقدروا بعد كده تعملوا بقيه التفاصيل في نفس الفايل الاوتوكاد. دي اول خطوه هنتعلمها. بعد كده ثاني خطوه هنشتغل على البرنامج الاوتوكاد بطريقه احترافي، ان احنا هنرسم الحاجه بمقاسات صح، هنعرف ازاي بنجيب الكيرف، ازاي بنعمل الدايره، ازاي بنعمل المنحنيات، بحيث ان انت بعد كده اي موتيفه او اي موتيفه كلاسيك سواء كلاسيك او اسلامي تعرفوا ازاي ترسموا الحاجات اللي هي الاساسيه بتاعت خطوط العمل، علشان بعد كده لما تيجي تحولوا الرسمه تنفذوها، تيجي تحولوا الرسمه تنفذوها على ارض الواقع تقدروا تعملوها على الوتر جيت رخام او خشب سي ان سي، فيبقى سهل ان انتوا بعد كده يبقى الداتا اللي انتوا راسمينها تبقى مرسومه بشكل احترافي اقدر استخدمها بعد كده في التنفيذ او في تصميم الموديل ال 3 دي ماب او في التلوين الفوتوشوب، تقدروا تستخدموها في اكثر من حاجه. فاحنا هنطبق تطبيق عملي حاجه مصغره عشان نعرف نطبق نفس الفكره دي مع بعض، وكل واحد هيفتح اللابتوب وهنطبق مع بعض خطوه خطوه. اول حاجه هنعملها هنسحب الصوره على برنامج الفوتوشوب، تمام؟ برنامج الفوتوشوب، بعد كده اعمل سيلكت على الصوره، سيلكت على الصوره اللي انا عايز ادخلها على برنامج الاوتوكاد زي ما انتم شايفين كده، سيلكت على الصوره، بعد كده ادوس كنترول سي اكبورد كنترول سي، افتح البرنامج الاوتوكاد تمام. فوق خالص عندكم هنا في فايل اديت فيو، اخش على حاجه اسمها اديت تمام. تحت في حاجه اسمها كات كوبي كوبي لينك، بعد كده تحت كات كوبي لينك في حاجه اسمها بيت سبيكر، بيت سبيكر هضغط على الكلمه هيظهر لي رساله، هختار حاجه اسمها صور صوره، في حاجه اسمها ادوب ايمج، وفي صوره هختار الصوره تمام، او اد الايمج ما تكون كده بس الصوره افضل، اختار الصوره اوكي. بص خدت بالكم هنا اخد الكنترول سي اللي انا عامله في الفوتوشوب، اول ما احطها هنا ظهر لي الصوره هنا. انا هجرب بس حاجه ثانيه اهو، ظهر لي الصوره هنا زي ما انتم شايفين كده، ممكن تكبر الصوره شويه لو هي الصوره صغيره مثلا عادي ما فيش مشكله اهو، عشان ارسم منها الصوره. لو انا جيت اسيب الفايل وقفلت الاوتوكاد، لو انت عملت وقفلت الاوتوكاد وفتحت الفايل هتلاقي الصوره موجوده جوه الاوتوكاد، هيبدا موجود مع الملف الاوتوكاد. لو انا نقلت اي صوره في اي مكان ثاني او خدت الفايل الاوتوكاد بعتها لحد بينفذها بنفس الرسمه هتبقى موجوده مع الفايل الاوتوكاد. يبقى دي اول خطوه تعملوها عندكم في التطبيق العملي. ثاني خطوه هدوس على الكيبورد ال اختصار كلمه لاين انتر تمام، زيرو واو زيرو واو زيرو. ده ايه اللي انا بعمل الخطوه دي؟ انا بحدد نقطه الصفر على برنامج الاوتوكاد عشان اعرف احط انظم الصور بتاعت المكتبه كلها، عشان هجيب نقطه الصفر اللي هو الاكس واي زد، بدوس ال اللي هو اختصار كلمه لاين، بعد كده انتر زيرو، الواو اللي هو بعد الحرف الام على اليمين تمام. الناس اللي عندها كيبورد على انجليزي تختار اللي هو العلامه اللي هي الفاصله اللي فيها علامه اكبر، اقل بعد الحرف الام. بالعربي هتلاقي بعد الحرف الام برضو واو واو، وعلى في علامه كده في عشان ما تتلخبطوش من الريموت. يبقى انا ضغطت زيرو واو زيرو واو زيرو، او زيرو علامه زيرو علامه زيرو ثلاث مرات تمام. انتر اشتغل اف 8 زي ما انتم شايفين كده، نقطه الصفر بدات من الاكس والواي زد عشان ده هبدا فيها الرسمه، عشان محدش يرسم الرسمه مثلا في اي مكان في الاوتوكاد. يعني في ناس لما بتيجي ترسم بلان مشروع او صوره بيرسموا في اي مكان في الاوتوكاد، لا احنا بنرسمها هنا عشان لما نفتح الاوتوكاد تبقى الحاجه موجوده في نقطه الصفر، وعشان لما تشتغلوا 3 دي ماب الموتيفه اللي انتم عاملينها لو عايزين تصدروها على المكتب وتعملوها موديلنج تبقى برضه في نقطه الصفر اول ما تفتحوا المكتب. في احيانا الناس لما بتشتغل 3 دي بيلاقي الفايل بعيد قوي بيضطر يعمل زوم 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 علشان هي مش موجوده في نقطه الصفر.
انا بجهزها في المكان هنا عشان يبقى سهل ان انا اقدر الاقي الملف لما اشتغل على اي برنامج سواء الاوتوكاد او الفريدي ماكس. دي اول خطوه. ثاني خطوه هاخد الصوره اللي انا خدتها من على الكمبيوتر، اقول لكم نقدر في الصوره الاساسيه اللي احنا عملناها دي عشان ابقى محتفظ بيها في الفايل الاوتوكاد. اخد الصوره اللي احنا كتبناها دلوقتي اسحبها من على الكمبيوتر واحطها هنا على الاوتوكاد. اقول لكم ان انا عملت الخطوه دي، اختار الصوره وادوس اتش سي على الكيبورد انتر، اقطع على النقطه الاولانيه، بعد كده ادوس ار انتر، اخد بدايه النقطه ونزلت الصوره واحطها على الخط اللي انا عايز اظبطها عشان تبقى بنفس السكيل لو انا عايز اعمل سكيل لحاجه. ليه انا عملت الخطوه دي؟ علشان انا عايز ارسم الخطوط اشوفها قدامي، عشان لو هنا ما اقدرش اعمل اوبس للصوره. ده عشان تعرفوا الفرق ما بين الاثنين. لو انتوا عايزين تعملوا اوبس للصوره عشان تعرفوا سكيب الصوره كويس، بتضغطوا على جنب الصوره هنا وبتعملوا تحركوا الجزء هنا زي ما انتم شايفين كده عشان تعرفوا ترسموا الرسمه الاوتوكاد، الخطوط الاوتوكاد تبقى باينه. بعد ما اخلصها احطها في اخلي الصوره اللي انا احتفظ بيها جنبها الاوتوكاد وامسح الصوره دي بطريقه معينه اقول لكم عليها في نهايه الدور. تمام؟ يبقى انا عندي صورتين عشان اعرف اظبط الرسمه. كده انا خلصت الخطوه بتاعت الصوره. هنبدا دلوقتي نرسم. يبقى دي اول خطوه عملتها. ثاني خطوه قبل ما ارسم اشوف ايه الحاجات اللي متكرره في الرسمه، عشان احنا بنعملها بنظام بلوك، بنرسم حته من رسمه مجرد ان انا لما بعدل حاجه معينه اوتوماتيك هيعدل لي بقيه الرسمه. ده هيوفر عليا جامد في الرسم، وفي نفس الوقت اختصر الوقت اللي انا هرسمه. ممكن ارسمه في 10 دقائق او ربع ساعه، اقل من 10 دقائق يبقى انا خلصت الرسم. دي حاجه. الحاجه الثانيه عشان الباترن الجزء من الرسمه اقدر استخدمه كموتيفا كديزاين في فرنتشر او في تجاليس تحيطه او في تصميم على حسب الديزاين اللي انتوا عاملينه في المشروع، وتبقى مرسومه بشكل هندسي اقدر اوظفها بكذا شكل. تمام؟ يبقى اول حاجه ان احنا هندرس الرسمه اللي قدامنا. الرسمه هنا هي متجزئه، هي تعتبر متجزئه على اكثر من جزء. يعني هناخد الجزء ده بس اللي هو موجود هنا. لو انا خدت الرسمه كده يبقى هو ده جزء من الرسمه، الجزء ده بس اللي انا هرسمه، هشتغل بس الاثاره دي واحده. شايفينها هنا الجزء ده انا هرسم الجزء ده. طيب هرسم الجزء ده ازاي؟ هنرسمها بشكل هندسي احترافي علشان ده يبقى سيستم تتعودوا عليها بعد كده. في اي رسمه ترسموها على الاوتوكاد ما تسيبوش من الصوره على طول، لا. ادرس الرسمه، اشوف المنحنيات بتيجي منين، اصل المنحنى جاي منين، اصل الدايره جاي منين. الحاجات دي كلها هتخلي الشغل بتاعكم يبقى دقيق علشان بعد كده لما تستخدموها في التنفيذ ووتر جيت او رخام او سي ان سي، يبقى الرسمه اللي انتم بترسموها تقدروا تستخدموها بعد كده. اول حاجه هقسم المربع اللي انتم شايفينه قدامكم هنا، هقسمه على اربعه، بعد كده اعمل الدايره، هقسم الدايره على حسب التقسيمات اللي موجوده قدامي. انا شايف ان الجزئيه دي، الجزء اللي انتم شايفينه هنا، في جزء هنا يعني يعتبر الربع، يعني الجزء ده غير الجزء ده. فانا هقسم ده على كام؟ عند واحد اثنين، يبقى هقسم الربع الدايره على اثنين. طيب هقسمها ازاي؟ واحد اثنين ثلاثة، يعني دي متقسمه على ثلاثة. طيب هقسمها ازاي؟ هقول لكم على امر كويس جدا بيقسم لي الربع دايره لثلاث نقط. هاخد الدايره دي كده في الجنب كوبي، هاخد الخط ثاني كوبي، تمام. هاخد الجزء ده وادوس تي ار اكبر وامسح الجزء ده واحتفظ بالجزء اللي انا عايزه اللي هو الربع الاولاني. تمام؟ ادوس على الخط ده النص دايره، او ادوس امر دي اي بي. دي اي بي دي حرف الدي اللي هو قبل الحرف الاف، اي اللي هو بعد الحرف اليو، ما بين الحرف اليو ما بين الحرف الاو، يبقى دي اي بي. تمام؟ دي اي بي انتر، اختار الخط اللي انا عايز اقسمه. انا عايز اقسم ده على كام؟ عايز اقسمه على ثلاثه. لو اقسمه على ثلاثه هكتب اثنين، لو اقسمه على اربعه اكتب ثلاثه، يعني دايما بطرح رقم. هكتب هنا اثنين، تمام؟ انتر. لو مسحت الخط هنا شايفين هنا هو قسم هنا ايه؟ اثنين على اثنين. ارجع تاني اعمل خطوه تاني، يبقى احنا كده نقسمها على ثلاثه. ماشي، هدوس هنا في الخط، هدوس دي اي بي، وبعد كده اختار الخط
عايز اقسمها على اثنين، انا كتبت اثنين فعمل لي واحده، واحد اثنين، طيب انا عايز اقسمها على ثلاثه، اكتب هنا ثلاثه تمام انتر، لو مسحت الخط شايفين عامل هنا ايه نقطتين، تمام اخد النقطتين دي، النقطتين اللي هنا اعمل اكس لاين دلوقتي اهو تمام كده، يبقى انا كده قسمت الدايره على ثلاثه زي ما انا كنت عايز اقسم. هبتدي بعد كده اخد التقسيمه دي احطها في الدايره، خطوط العمل احتفظ بيها برضه لحد ما تخلص الرسم، اخد النقطه اللي هنا شايفين اهو تتقسم في المكان زي ما انا رسمت بدائي الرسمه بالظبط، اهي واحد واحد اثنين ثلاثه، يبقى انا كده هرسم الرسمه هنا، هرسم الربع ده بس، لان الربع ده الجزء اللي انا هحدده هنا متكرر هنا، والاثنين دول هيتكرر في الباقي، يبقى هو ده الجزء بس اللي هرسمه. يبقى احنا كده عرفنا كذا امر، امر دي اي في مهم جدا. الحاجه الثانيه عرفنا ازاي ان احنا نقسم الشكل الهندسي اللي موجود قدامي. الخطوه اللي دلوقتي ابتدي اخد الربع الاولاني دي ار، يبقى احنا هنرسم الجزء ده بس. هبتدي بعد كده هشوف الدوائر اللي موجوده في الفايل الموجوده في الرسمه، عندي كام دايره هنا في الرسمه؟ واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه، يبقى احنا هنعمل ثمان دوائر الاول، نرسم الشكل الهندسي الاول، وبعد كده ابتدي ادخل جوه الشكل الهندسي. هبتدي بعد كده اخد الدايره من السنتر من هنا احركها بشكل مانوال، يعني ممكن اعملها بارقام او ممكن ارسمها بالنظر، مش لازم يكون بالمقاس بالظبط، احنا بس المهم ان احنا نرسمها بشكل هندسي صح. تمام انا خدت اول واحده اهي كده، انا رسمت اول دايره، بعد كده اعمل اوفست او انتر اخد النقطه اللي بعدها تمام، بعد كده اخد الدايره الثانيه او انتر اخد النقطه الدايره الثالثه، بعد كده الدايره الرابعه، بعد كده كمل لحد ما اوصل لكل الدوائر اللي موجوده في الرسمه. احنا بنتعلم ازاي نرسم بشكل احترافي، احنا بنرسم من الصوره خلاص، انا برسم الحاجه وانا فاهم انا برسم الحاجة. تمام هنا بعد كده دي الدايره، بعد كده فاضل لي اخر حاجه دايرتين الثالثه والسابعه، تمام يبقى انا كده قسمت الدايره بتاعتي، الموضوع ما خدش مني وقت. طبعا خطوط العمل انا بحتفظ بيها، يعني انا بحب دايما لما ارسم اي مسيفه بحب احتفظ بخطوط العمل عشان اقدر اتغير في التصميم، لو عايز اشيل زخارف معينه او ازيد حاجه جديده اقدر اطور من التصميم الموجود قدامي، يعني بحب دايما اخد الصوره زي ما هي. تمام احنا كده رسمنا الجزء الداير، فاضل لنا بقى الحاجه الثانيه اللي هي الجزء بتاعت الزخارف اللي موجوده جوه الرسم. هبتدي امسك مسيفه، ابدا بواحده اللي هي الجزء دوت اللي هو الكيرف اللي موجود هنا مبدئيا كده. الكيرف اللي انتم شايفينه هنا دي واحده من اصل دايره، والجزء الكيرف ده واخد من اصل دايره، فاحنا هنرسمها بشكل احترافي. طيب اعرف ازاي؟ هاجي هنا طيب. انا هعمل بس حاجه كده من النص هنا، انا بس بعمل حاجه بشكل هندسي، انا بس عشان عارف اخدها بالنظر اجيب لكم، بس اقول لكم اهو شايفين كده، شايفين انا عملت ايه؟ يعني انا بس انا هظبط الدايره او زي ما انت شايفين هظبط الدايره لحد ما اظبط الشكل بتاعي على حسب الرسمه اللي موجوده قدامي تمام؟ اهو انا جبت اهو مكان الكيرف، شايفين الكيرف هنا ده الاصل بتاع شكل الدايره، يبقى دوت هعمل اوبجكت من الدايره وبعد كده ابتدي اجيب الكيرف الثاني، اخد الدايره دي او انتر اخد التخانه المسافه من هنا لهنا، يبقى انا كده ايه؟ جبت الجزء الاولاني. طيب الجزء ده جاي منين؟ ده التماس ما بين دايرتين، يعني المفروض ان الدايره لما هتبدا هتاخد كيرف كده عشان اطلع الكيرف بتاعي مظبوط. طب ابدا ازاي؟ اخد برضو ايوه انا بس عشان يعني باخدها بالنظر بالسن، او ده شكل الدايره اهو شايفين كده، انا عملت دايره كده في الحته دي، يبقى اهو شايفين الجزء الاحمر اللي انا محدده هنا يبقى نقطه الدايره هنا، لو عملت كده نقطه الدايره شايفين الرسمه جت ازاي؟ جت بالظبط اهي شايفين كده، يبقى انا جبت الكيرف بتاعت الجزء اللي هي الجزء اللي فوق مع الجزء اللي تحت، المفروض ان ده يبدا مع الخط اللي في السنتر عشان نكمل الرسمه،
وابتدي بعد كده اظبط الدايره دي اطلعها لفوق. تمام، يبقى انا كده جبت الجزء بتاع الدايره بقت الشكل كده معمول بشكل هندسي. ابتدي ارسمها بون لاين. يبقى احنا عرفنا امر دي اي دي، عرفنا ازاي نقسم امر البون لاين. هقول لكم ازاي تستخدموا الامر بون لاين، تتحكموا في الخط العادي والكيرف والمنحنيات علشان نقدر ناخد الشكل دوت زي ما احنا عارفين كده. تمام، يبقى دي خطوه الدوائر. انا كده عملت كل الدوائر الموجوده في الفايل، ادوس سيف اول باول. طبعا انت ممكن تعملوا كوبي من خطوط العمل. احنا هنعمل الرسمه الفاينل على لاير تاني. تمام، شايفين كده، شايفين الشكل الهندسي. الخطوط نفسها بتساعدني ان انا اقدر اعرف الكيرف الهندسي جاي منين. انا طبعا هحتفظ بخطوط العمل وهرسم عليها باللاير دي، باللاير الواحد او اللاير فاينل باتر، ودي احتفظ بخطوط العمل زي ما هي. يبقى احنا كده رسمنا الجزء دوت. انا برسم خطوط العمل بتاعتي كلها، وبعد كده نبتدي نرسم مراوح. هاجي بعد كده اخد الجزء اللي جوه الكيرف اللي موجود هنا. احنا كده هرسم الربع الاولاني اللي انا قلت لكم عليه هنا. تمام، الكيرف اللي موجود هنا برضه نفس القصه، دي واخده من دايره اهي، دي واخده من دايره ودي واخده من دايره. طيب هعملها بالنظر، شايفين كده، انا بس بعمل دايره كاني بشتغل سكيف عشان اعرف السنتر بتاعت الدايره. تقريبا السنتر بتاعت الدايره هنا، مكانها هنا. اجي اعمل الدايره هنا. تمام، شايفين اهو طلعت مظبوطه بالنظر لحد ما اوصل الخط، لحد ما اوصل الخط اللي هو السنتر. هظبطها تاني. المهم ان بدايه الدايره تبقى واخده مع السطر خط السنتر. يبقى ده الشكل اللي هو الهندسي اللي انتم شايفينه، هو ده الشكل الهندسي. هبتدي بعد كده اخد الجزئيه دي، ممكن اعمل ام اي. تمام اهو، تمام، يبقى انا كده واخدت الجزء بتاع الكيرف. هبدا بعد كده اخد الجزء اللي هو الكيرف اللي تحت ده، برضه واخد من دايره. هناخدها بالنظر، المفروض ان هي تحت يبقى في التماس ما بين دايرتين. يبقى الدايره هيبدا كده، اللي هو الكيرف اهو هيبدا كده. يبقى الجزء ده لوحده، يعني تقريبا الجزء ده واخد دايره لوحدها، يعني هي تقف لحد هنا من هنا لهنا. يبقى الكيرف ده كده وهيلف. اجي اعملها بالنظر، ده الدايره الاساسي هنا. يبقى السنتر بتاعي هنا زي ما انتم شايفين كده، او شايفين كده. برضو انا هظبطها لحد ما اجيب المكان الكيرف بالنظر. تمام، ار اي عشان اشوف الالتماس ما بين دايرتين. انا كده جبت الشكل على اقرب حاجه للشكل. تمام، يبقى انا كده جبت الشكل بتاعي. شايفين الكيرف معمول ازاي؟ تحس ان هو معمول بشكل هندسي مظبوط. وجبت برضو الدايره اللي موجوده. انا ممكن احركها حاجه بسيطه. تمام، يبقى انا كده جبت الشكل بتاعي. اعمل ام اي، شايفين الشكل الهندسي كده معمول بشكل مظبوط. فاضل لي بقى الجزء اللي جوه. نبدا بالجزء اللي جوه، بعد كده نكمل بقيه الدفاتر. احنا بناخد كل الاشكال الدوائر اللي في الديزاين، وبعد كده لو في حاجات لاين او في كيرف بشكل معين نعملها بشكل مانوال. تمام، ابدا بعد كده اخد الجزء اللي جوه اللي هنا. ده برضه نفس الكلام، شايفين الجزء اللي فوق ده واخد برضه من دايره، والجزء ده الجزء ده واخد من دايره، من اول هنا لحد هنا واخد من دايره. والجزء ده والجزء الكيرف ده واخد من الشكل الثاني، يبقى هيقف لحد هنا. يبقى الجزء الدايره دي لو انا عملت عليها دايره كده، تقريبا الجزء ده السنتر بتاعها هنا. تمام، اجي هنا اعمل هنا. تمام، اهو انا خدت الدايره اهي مكان الدايره اللي هي في السنتر بتاعها. ابتدي بعد كده ممكن انزل لتحت شويه. طبعا انا كبرت الدايره زي ما انتم خدتوا بالكم من قدام حضراتكم كده، هي واخده تقريبا من الدايره بتاعت الكبيره اللي احنا عملناها. الدايره بدأ من بدايه الدايره الاولانيه اللي احنا عملناها في الاول. احنا كده جبنا اهو، جبنا الشكل الكيرف هنا. ابتدي بعد كده اخد الشكل ده، الشكل اللي موجود هنا. دي برضو واخده من دايره، فممكن نرسمها مانوال. بس دي كده خلاص، يعني كده خلصنا الجزء بتاع الدوائر. هنرسم الشكل الباقي ده مانوال. هقول لكم نرسم مانوال ازاي. تمام،
هنبدأ بعد كده نستخدم امر بون لاين او اختصاص الامر البون لاين. هبدأ بالرسمه اللي انا عايز ابدا بيها الاول. مثلا انا المفروض ان انا اخد الجزء، ابدا من تحت، ابدا من تحت، تمام اوكي. دي بدايه الرسمه من اول هنا، ادوس النقطه تمام، شايفين الخط هنا، عايز احوله لايف، ادوس ايه الايه ده بيحول للخط الخطوط حره، فايه انتر. طيب انا دوست انتر، بص شايفين كده هو عمل لي دايره اهو، حول لي من الخط لدايره. طيب انا عايز الدايره دي اتحط يبقى خط حر منحنى عادي، يبقى ادوس حرف الاف بينعمل الخط اس. يبقى انا ابتدي بعد كده، انا دوست اس، هبتدي بعد كده احدد نقطتين عشان نجيب الشكل اللي انا عامله هنا. لو دوست نقطه هنا والنقطه هنا شايفين الشكل كده اهو، اتحكمت في الشكل زي ما انا عايز في الخط بتاعي. اجي اقف هنا اكمل لحد الاخر عشان اجيب الشكل، يبقى انا هقف لحد هنا، بعد كده اكمل تاني تمام اهو شايفين كده. وبعد كده عايز اخد كيرف تاني بالعكس، ادوس اتش انتر، بعد كده اخد الكيرف نقطه هنا نقطه كده، عايز انا اعمل خط تاني برضو مش عارف اظبط الخط، ادوس اتش انتر، وبعد كده احدد النقطه مكان الصوره عشان اكمل الخط بتاعي، بعد كده اقف هنا. طيب لو انا غلطت وعايز ارجع خطوه، بدوس يو انتر، يو انتر، يو بيرجع لي الخطوه اللي انا عايز اعملها. لو انا عايز اعيد الرسمه تاني من غير ما اعيد الرسمه من الاول، ادوس برضو اس انتر، انا كل ما باخد المسافه اكبر كل ما تبقى احسن، يعني كل ما تاخد النقطتين على مسافه بعيده تقدروا تجيبوا الكيرف زي ما انا عامل تمام. يبقى انا كده جبت الجزء لحد هنا تمام، عايز اكمل او شايفين كده الكيرف بيتغير، شايفين كده بالاتجاه اللي انا عايزه هنا. طيب انا عايز اكمل الجزء ده وعايز اجيبها مظبوط، اكمل برده لحد ما اوصل الكيرف الموجود قدامي اللي هو بدايه الكيرف، هيقف لحد هنا، بعد كده ابتدي احول. طب عايز احول بنفس المقاس اللي انا عايز اعمله، ادوس اس برده انتر، واحدد بعد كده النقطه من هنا، ارجع تاني يو تمام، اكمل عادي بنفس الامر لحد ما يجيب الرسمه بالظبط قبل الكيرف. انا اكمل برضو هنا انا بحاول اقرب المسافه دي بدايه الدائره، شايفين كده الرسمه بدات تتظبط معايا بشكل صح اهو، انا بحاول اقرب لحد بجيب الكيرف بتحكم بشكل حر لحد ما اجيب الرسمه اللي انا عايزها، شايفين اهو الرسمه بدات تتظبط. بعد كده اكمل هنا وكل ده عملته بخطوه، يعني انا برضو ايه برسمها بون لاين واحد علشان اقدر استخدمها بعد كده في الكريزم تمام. طيب عايز اغير الاتجاه، عايز ابتدي ارجع تاني، ادوس اتش برضو وابتدي احدد النقطه اللي انا عايز احرك فيها تاني اهو شايفين كده زي ما انا عملت كده. طبعا انا برسمها بشكل هندسي بس انا بقول لكم عشان لو انتوا عايزين ترسموا رسمه صعبه مش هينفع تاخدوها بشكل هندسي ترسموا بالامر ده، بس انا عن نفسي بحب اجيبها من دوائر، يعني احب اعمل كل حاجه عن طريق دوائر. بعد كده اعمل اتش انتر وابتدي اغير الكيرف، بعد كده اتش انتر، اتش انتر، اتش انتر، انا بس بعمل اتش عشان ابتدي اتحكم في الخط تمام. تمام يبقى انا كده تمام.
ده من السيرفين كده الرسمه كلها حته واحده مره واحده كده اهو، كل ده ثلاثه مره واحده بشكل احترافي من غير ما يكون فيه خطوط كتير. تمام كده خلاص انا خلصت الجزئيه دي، ابتدي اخد بقيه الرسمه هنعملها برضه بنفس الطريقه. انتوا عارفين اي رسمه، بس ممكن تختاروا رسمه من الرسومات اللي انا بعتها لكم على جروب التليجرام، تعملوا جزء من تطبيق العمل، واللي خلص جزء بس يرفعها على على جروب التليجرام. قدامنا عصر هرسم بعد كده الجزئيه اللي فوق برضه، اقف على من السنتر او بعد كده ادوس ايه عشان احول من الخط للدايره انتر، وبعد كده ادوس اس دي اول حاجه حرف الاس اس انتر، بعد كده ابتدي اخد الشكل بتاعي. إيه؟ 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 أضبطها تاني مش مشكلة. لازم الكيرف يقف على حد المكان النص ده الخط اللي احنا محددينه من الاول، علشان لما اجي اكرر الرسمه الرسمه تبقى مظبوطه. طبعا احنا المفروض نقف لحد هنا، بعد كده نعمل ميرج. ابتدي اظبط الجزئيه دي، الجزئيه دي محتاجه تتظبط شويه، ممكن احرك النقطه من هنا عادي مفيش مشكله. او بحركها بشكل مانوال من الوقت عشان ابتدي اجيب الرسمه بتاعتي بشكل مظبوط. تمام، يبقى انا كده ظبطت الجزئيه بتاعت الجزء بتاعت الكيرف دوت هنا، بعد كده اكمل بقيه التفاصيل. ايه انتر ات انتر هيت انتر. تمام احنا كده خلصنا، فاضل لنا بس الجزء دوت، وبعد نعمل كده بعد كده نرسم الرسمه فاينل بالدون لاين، وبعد كده نعملها مير. تمام ايه انتر ايه انتر. تمام انا بكمل الرسمه لحد الاخر، يعني ما ترسموش الرسمه لحد هنا وتقف وتكملوا، لا بتكملوا الاخر عشان بعد كده الخطوط كلها تبقى مرتبطه ببعض. احنا كده خلصنا، يعتبر خلاص خلصنا رسمه كامله، فاضل لنا الجزء دوت، بعد كده نبتدي نعمل بلوكات. انتر اس انتر. اس انتر.
تمام احنا كده خلصنا، فاضل لنا الجزء اللي تحت ده هنا. عملت اوست علشان يبقى موازي للخط، تمام؟ احنا كده خلصنا، حلو كده؟ هبتدي بعد كده اخد الرسمه دي كوبي، انا احتفظ طبعا بالمراحل بتاعت الصوت، كوبي تمام؟ ابتدي اعمل حاجه اسمها امر تي ار، امسح الحاجات اللي انا مش عايزها تظهر عشان اعمل لها بي او، ويبقى الرسمه مقفوله على بعض بحيث ان انا اعملها في اللاير كامل. طبعا اعمل امر تي ار الاول، وبعد كده نعمل لاير اسمه باترن واحد او باترن اثنين على حسب عدد الصور. اقف على الصوره هنا وادوس تي ار،